اجازه تقريبا كتير سنين على كده يعني. 23 يوليو 23/7 صح؟ والله بفكرني بحاجه، فكرنا باسوان وحرها. اسوان حر في شهر 6 و7 و8. فيلم رد قلب كسرت الكوبايه في ايده بس كده. 23 يوليو فكرني الايام الجميله، ما كانش في حاجه خالص. ليه؟ انت مش ده الثوره تقريبا؟ فكرني بصبع حصلت انا بلعب مش عارف والله. فكرني بايام كويسه حصلت في تاريخ مصر، غيرنا من الملكيه للجمهوريه. طبعا انتقلنا من النظام الملكي للمفروض ان احنا نبقى نظام جمهوري. ثوره 23 يوليو في مصر، 23 يوليو ثوره 23 يوليو. فكرني بيوم النكسه صراحه يعني. فكرني بايه؟ ايام سود. فكرني بايام حلوه. السلام عليكم.